نعم حوراء، أهلا وسهلا بك مرة أخرى، وأيضا تواصلا لهكذا محطات الناس والخريف من الثاني والنصف إلى الرابعة. اليوم اخترنا لكم مكان آخر، مكان جميل يبعد عن ولاية صلالة تقريبا 85 كيلومتر. ربما بالأمس كنا في ولاية ضلكوت واستمتعنا بالأماكن الجميلة في ولاية ضلكوت، اليوم نزلنا هكذا إلى ولاية رخيوت وبالتحديد في نيابة شهب صعيب والمناطق المحاذية لشهب صعيب مثل أقدروت وعرفت، ونحن الآن متواجدين في عرفت. هذه المنطقة الجميلة، الأجواء رائعة هنا، ربما الضباب تارة ينقشع وتارة يعود مرة أخرى، الرذاذ مستمر، أجواء جدا جميلة، درجات الحرارة هنا منخفضة تصل إلى 24 درجة مئوية. عندما كنا نتجول في هذه المنطقة رأينا العديد من الزوار من يفترشون هذا البساط الأخضر ويعدون وجبات الغداء، أجواء عائلية، أجواء أيضا هنا لبعض الأصدقاء، أجواء جدا جميلة في هذه المنطقة. ربما هذه المنطقة تعتبر خيار آخر للكثير من الزوار هنا في محافظة ظفار وخاصة في ولاية رخيوت. نحن قبل تقريبا أسبوعين كنا في ولاية رخيوت المدينة وتحدثنا عن مميزات ولاية رخيوت، بس الآن نحن الآن في أعالي جبال ولاية رخيوت، هذه المنطقة الجميلة. أيضا هنا العديد من الأماكن السياحية الجميلة كعين روب التي اشتهرت في الآونة الأخيرة، هذه إطلالة جميلة، إطلالة رائعة جدا، وأيضا منطقة لمحبي المغامرات وأيضا لمحبي التصوير. أيضا الذي سيقدم إلى هذا المكان أو إلى منطقة عرفت ومنطقة قديروت وشهب صعيب سيمر بالعديد من المناطق الجميلة هنا في ولاية رخيوت، بداية من شاطئ الفزايح، هذه المنطقة الجميلة وهذه الرمال الذهبية الرائعة، ومن ثم سوف يتوجه مباشرة إلى إطلالة شعت، هذه الإطلالة الساحرة والمتميزة. لنقترب أكثر من الزوار هنا في منطقة عرفت، يسعدني أن أرحب باسمي وباسمكم بالفاضل حميد المقبالي. حميد مساك الله بالخير، أنت والشبيب اللي معك ما شاء الله عليهم. بداية لنتحدث عن سبب اختياركم لهذا المكان. جينا من صلالة، كنا يعني مقررين أن نروح على عين روب، زين فوصلنا عين روب، لكن نحن مارين هذا المكان شفناه وعجبني، يعني قلنا اليوم بنجلسنا في هذا المكان. طيب وصلت إلى عين روب، هل وصلت إلى عين المياه بالضبط، ولا أتوقع أنه يحتاج لك بعض الأشياء يعني تكون محضرها قبل توصل عين روب، يعني ممكن اللبس وأيضا بعض الأمور عوامل الأمان مثل العصا وأيضا بعض الأحذية المناسبة لهذه المناطق؟ والله وصلنا إحنا لمكان العين، لكن ما نفس مكان العين يعني، فحصلنا هناك شباب وقالوا إنه يعني كان إحنا معنا عائلة وأطفال، فقالوا ما ننصحكم انكم توصلوا هذا المكان لان هذا المكان فيه شويه يعني انزلاقات وهذا، فيفضل انكم ما تروحوا، فتعرف احنا بجاديجنا والاطفال ومعنا نسوان يعني حبيب. لكن ممكن نقول مره اخرى راح تزورها ان شاء الله، بنجيب عندنا باللبس، اللبس اللي هو لبس رياضي او اللبس. انا شايف الشباب معك ما شاء الله كانوا متحمسين يروحوا العين. شباب متحمسين ما خلونا نجلس، يعني قالوا نريد نشوف العين، حتى لان الحين بعدهم يريدوا يعني، فيمكن بعدنا نشوف يمكن نرجع مرة ثانية، لكن احنا جينا هذا المكان فقلنا اليوم نقرر ان نسوي وجبة الغداء هنا يعني، فمكان جميل صراحة جدا، يعني احنا رحنا اماكن كثيرة صلالة ولكن هذا المكان صراحة يستاهل ان الواحد يتعنى له، مكان يعني مثل ما تشوف يعني الضباب والجو يعني تقريبا درجة الحرارة يمكن 20 درجة مئوية، فلهذا السبب يعني جينا جلسنا عاد هنا. اي والله العائلة وأجواء عائلية جميلة ووجبة الغداء، ولكن أنت مرين على هذه المنطقة أكيد أيضا مريت على منطقة أقدروت وشهبة صعيب، شمعنا يعني نقول اخترت وعرفت بالذات؟ والله إحنا شوف إحنا نشوف المكان اللي هو المناسب، فسبحان الله جاء اختيارنا يعني على هذا المكان. أي والله. طيب في أماكن أخرى ممكن هكذا تكتشفها مثل هذه المنطقة، خاصة إذا مثلا قلنا اليوم أنت في ولاية رخيوت ممكن تروح إلى ولاية ضلكوت وتكتشف أيضا المناطق الجميلة في ولاية ضلكوت؟ أكيد يعني في، بس يبالك يعني تسوي لك يعني خطة، فإحنا نسمع أنها ولاية ضلكوت يعني فيها أماكن جميلة جدا، فيمكن تكون يمكن أفضل عن هذا المكان بعد، فإن شاء الله في يعني في خطة أن نروح ضلكوت بإذن الله تعالى إن شاء الله. حميد المقبالي شكرا لك على هذه الوقفة السريعة، كنت معنا عبر الناس والخريف، وبإذن الله هكذا تستمتع بهذه الأجواء
وايضا تكتشفوا مناطق جميله اخرى باذن الله. احسنت، شكرا لك. اذا متابعينا، تواصلا للناس والخريف وهذه الاجواء العائليه الجميله باذن الله تعالى، سوف ترون اماكن اخرى معنا هنا في الربط المباشر وفي فقره مكان. كنا بالامس وربما قبل امس في منطقه صرفيت وديم، ومن ثم نزلنا الى وادي صيغ وايضا المناطق المحاذيه كحفوف وغيرها. اليوم نحن في ولايه رخيوط، وباذن الله سوف نتواصل معكم في اماكن وخيارات اخرى عبر الناس والخريف، فتابعونا.